بالفعل هناك أندية وهناك نادي الأهلي. أستاذ جمال، موسم استثنائي طبعا، ولكن من أهم المحطات واللمحات المضيئة من وجهة نظرك في هذا الموسم. شوف، قبل ما أقول على اتفضل. اللمحات المضيئة، أنا بس عايز أرصد مع حضرتك ومع الأستاذ محمود ظاهرة غريبة جدا تتعلق ب، عارف حاجة اسمها الارتكارية أو الحساسية؟ اتفضل. في واحد بيجي له ارتكارية، في ناس بقى يجي لهم ارتكارية من افتكار يا بطنك بتتقلب يعني، لا، ولا خوف؟ وممكن حاجات هرش افتكار ده هرش وهرش وحاجات وكده يعني. صح. في ناس بس احنا النهارده انا في بدايه الحلقه جبت ما معنى كلمه هجاص، بجد مش هزار، ايوه، من اللغه العربيه. ماذا تعني هذه الكلمه من اكيد اللغه طبعا. لا العربيه؟ طيب بمناسبه الارتكاريا يعني. الارتكاريا دي بقى عامله دلوقتي، يبقى الماتش النهارده الاهلي مثلا بيكسب ماتش او بيكسب بطوله، الناس تسيب كل حاجه وتتكلم على حاجات هم تعبانين منها. يقول لك يعني هو اشمعنى، يعني مثلا اشمعنى الاهلي لابس احمر؟ لا، يقول لك اشمعنى الاهلي كل الناس بتوسع له عشان ياخد البطوله. طب يعني احنا اتفرجنا، لا احنا اتفرجنا على السوبر مثلا، اوكي، الماتشات كلها صعبه جدا، يعني ما كانش فيه يعني حتى المباراة ماتشين، النهائية، سيراميكا ومودا، حتى المباراة النهائية تليق بالنهائي سوبر الأبطال الحقيقة. ومباراة على فكرة رغم إنها بادئة سهلة جدا، الشوط الأولاني سهل جدا، يعني الأهلي حسمها من بدري، إلا إن الأمور تعقدت في الشوط الثاني، وسيراميكا بدأ مودرن، عفوا مودرن بدأ يدخل في المباراة مرة أخرى، ولغاية هنا يعني لولا موديست احرز هدفه كانت الدنيا راحت في حته دخلت تانية. في سكه صحيح. تانية. ده انا عايز اوصل من ده لدليل، دليل على انه محدش بيجاملك يعني. طب ما كان ممكن جدا المباراه تمشي في اتجاه تاني خالص. هفكر الناس بحاجه، اني ماتش الاهلي خسر من طلائع الجيش، السوبر برضو كان ولا السوبر؟ طلائع الجيش ده السوبر، كتر ايوه، العاشر، هي كان البطوله، سنه ونص كده، البطوله سنتين. الوحيده اللي حصل عليها طلائع الجيش كانت من مباراه امام النادي الاهلي. تقصد حرس الحدود؟ لا، طلائع اليومين الجيش اللي فاتوا دول. قريب كان عبد الكابتن عبد الحميد بسيوني. لا، عبد بسيوني مش طارق العاشر. لا، عبد لا والله كان بسيوني. لا، كان عبد الحميد بسيوني. ماشي، يبقى انا اللي غلطان. هل بقى، هل زهايمر القوه القوه الخفيه، لا يمكن يكون الارتكاريا بقى. مع النهارده زهايمر والارتكاريا هو شغال، كله شغال. لا يعني، هل قدر حد يساعد النادي الاهلي في ذلك، في ذلك الوقت؟ خلاص فرقه يساعده فين يا ريس؟ هو بيدور على اي حاجه. على ايه؟ ان النهارده الناس ما بقتش تشوف الحقيقه. صحيح. بتشوف خيالات، ما بقاش ارتكاريا، ده بقى خيالات وحاجات. في كلام كتير. انا شغال دكتور النهارده. لا فعلا، انا بحس ايه؟ ان هو بعض الناس مش شايفين المباراه، واخد بالك؟ هم شايفين الحاجات اللي بيتصوروا، وشايف حاجه اللي متعود عليها يا استاذ. لا، بيتصور هو كمشجع لفرقته. شايف، هو متعود على اللي هو بيقوله. هو معرفش، شايف مش يعني هيرضى. هو ما عندهوش يعني مش هيقول الحقيقه. هو الحقيقه بالنسبه له ايه؟ وفرحته في ايه؟ انك انت تخسر، ان يحصل لك مشكله، انه بتاع، ان يقلل، يحاول يقلل منك بتاع. اللي احنا بنقوله، احنا برضو دول مش عاوزين نديهم قيمه. لا، انا ما بتكلمش عن اسماء ونقف عندهم. احنا لا، انا ما بتكلمش عن اسماء، انا بتكلم عن ايه يا استاذ محمود؟ ظاهره اصبحت موجوده، بقوا في ناس معينين كده بيطلع للتقليل من انجازاتك. والتقليل والله من عارف يا استاذ حجم جمال. الفوز او الانتصار. صحيح. عارف يا استاذ جمال، لو احنا مثلا مغلوبين عندك حق، ماشي، احنا بنطلع نتكلم عن النادي والاهلي وكذا وكذا. ايوه، وانت من حقك ان انت تنتقد طالما خارج القائمة. يعني حقك ان انت تنتقد وتقول اللي انت عايزه، ولكن يبقى انت كسبان واللعيب بتاعك واخد احسن لعيب في كاس مثلا، في كاس العالم للانديه، وتطلع تقول ان انت فريق ما عندكش فكر، والمدرب بتاعك ما عندوش فكرة. ما هو معلش يا استاذ جمال، ده معناه حاجه من الاثنين، يا ان انت هجص زي ما احنا قلنا في البدايه، او ان انت بتقول كلام غير صحيح. حاجه من الاثنين، ما هو والنتيجه واحده، والنتيجه واحده في الاخر. بالظبط. فعشان كده انا لما باجي اتكلم في هذا الامر، يعني النادي الاهلي لا قدر الله اتغلب مثلا من مودرن وخسرنا البطوله، اطلع قول اللي انت عايزه يا عم،
ما هو محدش اطلع قول انت عايزه في اطار النقد الفني بالظبط، انت من حقك ولكن تبقى كسبان وكسبان البطوله، والمدرب بتاعك اخذ احسن مدرب في البطوله، واللاعب بتاعك اخذ احسن لعيب في البطوله بالظبط، وكذا، ويقول لك على المدرب ده ما عندوش فكره، لا واللعيب ده بهجسه ما عندوش فكره، ده كلام والبتاع ده مش عارف ايه. طب اتكلم عن ناس تانية، ده كلام غير عملي وغير واقعي وغير حقيقي. تمام، لسبب انت دلوقتي الاهلي مثلا، انت بتقول كواحد مش عاجبك الاهلي بتقول ان النادي الاهلي، ايوه بس استغل، خد الوقت المناسب انك تنتقده، زي ما حضرتك بتقول كده وزي ما الاستاذ محمود بيقول، لما يبقى مغلوب فرصه وجات لك ماشي، انما انت كسبان هيعمل ايه اكتر من كده؟ كويس يعني حتى لما مودست احرز الهدف، هدف جميل ورائع وكل حاجه، وقد يكون على فكره بدايه قد يكون، انا بشوف انه ممكن يبقى بداية كويسة قوي، صحيح، لأن الراجل ده يستعيد حالته الطبيعية، إنما يبقى أنت الراجل عامل كده وبعدين تقول يا عم ده بالبخت ده بالحظ، طب ما إيه في إيه بقى؟ ما الكرة كده، مش الكرة فيها توفيق وهي الحقيقة إيه يا أنس؟ ما أنا بقول لك شوية توفيق عدم توفيق، يا رب شوية بخت وحظ، يا شوية حظ بالظبط، طالما بنجتهد يبقى عندنا بخت وحظ، شوية حظ. بعدين خلي بالك هو يطلع يقول لك إيه يا أستاذ محمود؟ يا جماعة المدرب ده وحش، أيوة ماشي، فياخد بطوله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ايوه فخد الخمسه وهو بيقول اللي هو وحش برضه، فيخسر البطوله يقول لك شفت البطوله السادسه يخسرها، يقول لك ايه شفت مش قلت لكم ما عندوش فكر، ايوه مش هو دي الطريقه القديمه جدا، دي لا 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 مش طريقه، ده مش طريقه. اولا احنا بنشكر النوعيات اللي زي كده، بنشكرها اوكي، لها متشكلين تحفزينا اكتر ان احنا نوصل للعبها، لا ما هو ده عارف لو يحفزك، معلش يا استاذ محمود اصل كده يبقى اللي خلاص يبقى خليه يقول على طول، خلاص انا بسالك سؤال، انت فاهم؟ هل هو لا يحفز، اسالك سؤال فهد، مش مساله كده، الكلام مش مظبوط، مش مساله تحفز، مش كلامك انت، انا اقصد كلامه هو، انا عاوز اساله سؤال، اسال اي حد بيتكلم، طب اتكلم على اي حد تاني بلاش تجيب سيره الاهلي، ما حدش هيتفرج عليك، ما انا بتكلم على كده، يعني اذا كلامك عن الاهلي هو اللي عامل لك ايه؟ قيمة طبعا صح طبعا، اتكلم طبعا اي حد تاني من كده، ما تجيبش سيره ده، تعالى كده انت كمقدم برامج، اللي بقدم برنامج ما تسالوش عن النادي الاهلي، لو انت راجل فعلا، انا بكلم اهو، لو انت راجل فعلا وبتدعي انك انت راجل في الاعلام، لا تسال، خلي كل واحد فيهم يقعد مع نفسه كده، ما يجيبش سيره الاهلي على فكره، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده صح، انا بكلمك اهو، ما تجيبش، لانه الاستاذ محمود بيقوله ده، ما هو الفيديوهات ورا بعض، لو بتكلم عن الاهلي والزمالك والاسماعيلي، مين اللي بيعمل له قيمه مثلا، مين اللي بيعمل له قيمه، هتلاقي الفيديوهات دي خمسه فيوز، سته فيوز، سبعه فيوز، ودي مثلا 100,000، أيوة انا بكلمك، مين اللي بيعمل له قيمه يا كابتن؟ عندما تضع اسم الاهلي صح، شوف هتاخد اللي انت ما بتحلمش بيه، فانت بقى ما دام انت المجموعه دي على فكره مش واحد، انا بتكلم المجموعه، انا بتكلم على المجموعه، لو انتوا بقى ابطال بقى واللي بيكتبوا بقى بوستات وبتاع، بلاش تكتب على الاهلي خلاص، انسى فريق اسمه الاهلي ده وحده والباقيين وحدهم، خلاص اتكلم عن اي حاجه ثانيه، اتكلم عن المنظومه، اتكلم عن الفرق الثانيه، عن المنافسين، على البتاع، طلع الاهلي من بره حسابات، يعني مالكش دعوه بيه وما تحطوش في جمله مفيده، اوكي، وتعالى نبص نقيمك نشوف مين اللي هيتفرج عليك ومين اللي هيبص عليك، الاهلي يجعل لهؤلاء قيمه ومقدار، مين مقدار مين؟ من حجم المتابعه الجماهيريه واهتمام الناس اني عاوز اشوف ده بيقول ايه، فالمساله زادت تحتاج بامانه شديده الى الكثير من المراجعه لدى عشاق الاهلي وجماهيره، لابد يكون هناك وقف تجاهل تام لامثال هؤلاء، والله وقتها يشعر، لكن انت لما تدي له قيمته وتشعر ان هو لمسك، جرحك، حك فيك، خلاك اتضايقت، يبقى هو في حد ذاته ان هو ايه؟ ان هو نجح في وصل الهدف، ويرى في نفسه ان هو ايه؟ حقق ويعمل نفسه بطل، هو هيكلمك عن بطولاته انهم بيهاجموني بيهاجمونا وبيشتمونا عشان احنا بنتكلم، احنا ما بنقولش حاجه، يا سلام، شوف الادب والتواضع يعني عاوز اقول لك ايه؟ بامانه كثير من الناس اللي بيظهروا دلوقتي شرط اساسي عشان ياكلوا عيش وتعينوا مدربين في اماكن، انك اطلع حاول ان تنال من الاهلي ومن بطولات على قدر ما تقول من اكاذيب وتلسين ويعني عاوز اقول لك ايه؟ وسخافه وعدم مصداقيه تجد النتيجه، في الوقت تكلمنا على الاعلام، ما من حق اللي بره اللي بيتفرج عليك يضحك برضه يا كابتن اسلام، صحيح، ما النهارده دلوقتي انت دخلت معانا اللي بره، يعني اللي بره ده ما يقدرش يتكلم على بلده كلمتين، يعني اللي بيتكلم بره ده وعامل نفسه فيها بطل قومي يقدرش يتكلم ينقد ايه
فرقتين عنده ولا فرقه واحده ولا مسؤول في عنده يتكلم، عارف نفسه هيحصل له ايه، فهو يجد فرصه مين عشان يتفرج عليه وتعمل له بقى مجال انه يتكلم عن النادي الاهلي، فيروح جايب لك بقى السلبيات عشان انت تبص انت تكرر، وانا اتكلم عنه وده يتكلم عنه ويعمل مداخله في قناه النادي المنافس وتعمل في بطل، وتبص وتجد تاريخ تاريخ ولا قيمه ولا لازمه، تاريخك مش عاوزين نخش فيك عشان هنزعلك لو قلنا كلام هيضايقك لا والله. لا 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 فاللي احنا عاوزين نقول ايه يعني عادة. بمقدار يا جماعه بمقدار، خلي فيه مقدار من الاحترام، خلي فيه مقدار من المصداقيه.